بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. ده آخر جزء في lesson 1 في unit 2. عنوان الجزء اللي هنتكلم فيه النهارده هو the abnormality of electronic configuration of some elements of the periodic table، يعني التوزيع الإلكتروني غير الاعتيادي لبعض العناصر في الجدول الدوري. فلو خدنا أول مثالين، عندنا الكروميوم 24 وعندنا كابر 29. لو عملنا لهم electronic configuration بالطريقة المعتادة default electronic configuration، وخليني هنا أفكركم كنا بنعملها ازاي. طبعا هي مكتوبة قدامنا، لكن هنعمل ال electronic configuration مرة أخرى. انت قاعد في امتحان وعايز تعمل electronic configuration، عندك الكروميوم 24 على طول هتفتكر النوبل جازس، عندك الهيليوم طبعا احنا قلنا الارقام 2 و10 18 36 54 86، هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون، خلاص حفظناهم والمفروض نكون حافظينهم دايما. فعندك الكروميوم 24، اكيد ان الارجون هو الاقرب لي، بندور على العنصر النوبل جاز الاقل منه اقرب له، يبقى ارجون 18. وعارفين الأرجون هيكون آخر حاجة فيه هو 3B6، وإحنا عارفين بعد 3B6 على طول بنبدأ اللفة التانية. خليني برضو أفكركو إن البريودك تيبل هنا 1S عند الهيدروجين، 1S1، 1S2 عند الهيليوم، بعدين 2S، بعدين هنا بنيجي عند 2B تتملى كلها، بعدين بعد ما نخلص البي يبقى 3S، بعدين 3B. اول ما بنخلص 3B بنيجي على ال 4S، بعد ال 4S موجود عندنا 3D قبل ال 4B، 5S يبقى 4D قبل ال 5B، 6S و 7S فيهم حاجة ننتبه لها، 6S في عندها 4F قبل ما تملى ال 5D وال 6B، 7S في عندها 5F قبل ما تملى 6D و 7B، والكلام ده شرحناه في الفيديو اللي فات. فاحنا عندنا أرجون 18 بينتهي عند 3B6، يبقى على طول هنبدأ بمين بعد 3B6؟ بعد 3B ما امتلأت على طول بنبدأ بال 4S، وبعد ال 4S يجي 3D قبل ال 4B. تمام؟ لما يكون أرجون 18 واحنا عندنا 24، فاضل لنا كام إلكترون؟ فاضل لنا 6، صح؟ ال 4S هتاخد 2، يبقى 3D هتاخد كام؟ 4. تمام؟ ده التوزيع الالكتروني بالطريقه المعتاده اللي احنا عارفينها، صح؟ ده ديفولت الكترونيك كونفيجريشن. لكن ذا اكشوال الكترونيك كونفيجريشن، التوزيع الالكتروني الحقيقي، ان احنا بيكون عندنا ارجون 18 عادي جدا، لكن ال 4s دي بينتقل منها الكترون فبتبقى 4s1، والالكترون ده يروح عند 3d فتبقى 3d5. 3d5 احنا عارفين ان الدي بتمتلئ ب 10 الكترونات، تمام؟ فلما يكون عندها 5 electrons only بتبقى half filled، وده بيبقى stable بالنسبة للelement. ده ال stable electronic configuration بتاعه، ان تكون ال d orbital يا اما filled يا اما half filled. فاحنا عشان نخليه half filled في electron بينتقل من ال s ويروح عند ال d، تمام؟ فده التوزيع الالكتروني الصح، ده التوزيع الالكتروني الغلط، فننتبه للملحوظة دي. هنيجي للمثال التاني، كبر 29. طالما 29 فأكيد هنفكر في الأرجون 18، لأن هو ده الأقرب لي والأقل من 29. الأرجون 18 طبعا احنا عارفين الأرجون بينتهي آخر حاجة ممتلئة فيه هو 3B6، فآخر حاجة هنا 3B6، بعد 3B على طول 4S و3D، تمام؟ ال 4S فيها 2 electrons، فاضل لنا كام؟ فاضل لنا 9، نحطهم في الD، تمام؟ لما نشوف ده التوزيع الالكتروني، ده
default electronic configuration، وده غلط. ليه؟ لان هنا الدي اوربيتال فاضل له 1 الكترون اونلي ويبقى كومبليتلي فيلد، فهو هيفضل طبعا انه ياخد الالكترون ده من عند الاس. فبنلاقي ان الاكشوال الكترونيك كونفيجريشن ارجون 18 زي ما هو 4s1 3d10 عشان تبقى كومبليتلي فيلد، فيبقى الاليمنت مور ستيبل، فده الالكترونيك كونفيجريشن الصحيح. طبعا اللي يلاقي صعوبه في فهم ازاي احنا بنحفظ الالكترونيك كونفيجريشن بكل سهوله يرجع للفيديو السابق لانه مهم جدا، هيثبت عندكم طريقه الالكترونيك كونفيجريشن بشكل سهل وسليم ان شاء الله. يبقى هنا عرفنا ان الديفولت الكترونيك كونفيجريشن مش صح، وان الاكشوال الكترونيك كونفيجريشن بيكون فيه بالنسبه للكروميوم الدي اوربيتال هاف فيلد، وبالنسبه للكبر دي اوربيتال كومبليتلي فيلد، وان الالكترونيك كونفيجريشن ده هو الاصح بيكوز ذا اليمنت بيكيم مور ستيبل وين ذا سب ليفل دي از هاف فيلد اور فول فيلد. تمام. هنا كمان في عنصرين، العنصر الاولاني هو مولبدنم، الاسم صعب شويه بس هو اسمه كده مولبدنم 42، والعنصر الثاني جادولينيوم 64. تمام. العنصرين دول برضو الالكترونيك كونفيجريشن بتاعهم مختلف عن الديفولت الالكترونيك كونفيجريشن اللي احنا متعودين عليه. تعالوا نحلهم سوا. ادي العنصرين مولبدنم 42 وجادولينيوم 64. طبعا اول ما نشوف 42 على طول هنفتكر النوبل جازس عشان نحاول نعمل توزيع الكتروني، قلنا 2 10 18 36 54 86. الهيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. تمام. طبعا القريب لل 42 هو الكريبتون، فيكون معانا كريبتون 36. تمام. كريبتون ينتهي بايه؟ ادي 2b6 ادي 3b6 ادي 4b6، يبقى اخر حاجة عند الكريبتون هي ال 4b6. بعد ال 4b على طول يجي ال 5s، وبعد ال 5s هرجع افكركوا تاني لان ده مهم يتحفظ، بعد ال 5s 4d. هنقول مرة كمان، ادي ال 1s1 1s2 خلاص خلصت، بعدين 2s سواء 1 و2، بعدين 2b تخلص عند النوبل جازس تمتلئ، بعد 2b يبقى 3s 3b، بعد 3b يجي 4s، بعدها 3d قبل ال 4b. تمام. بعد ال 4b خلاص خلصت البيريود، يبدا بيريود جديده بال 5s تمتلئ قبل ال 4d، بعدين ال 5b خلصت البيريود، نبدا 6s، وقلنا 6s و 7s لازم ننتبه ان عند 6s هنملى 4f قبل ما نملى 5d. بعد ال 5d يبقى 6b خلصت البيريود، ندخل على 7s، وبعد ال 7s مباشره يبقى 5f هتمتلئ قبل 6d، بعد 6d 7b. تمام. فاحنا عندنا هنا الكريبتون اخر حاجه فيه ال 4b6 امتلأت، يبقى على طول بعد ال 4b على طول هنفتكر ال 5s، وبعد ال 5s لازم يبقى فيه ال 4d. تمام. كريبتون 36 فاضل كام؟ ال 42 فاضل 6، يبقى على طول 5s هتاخد 2 وال 4d هتاخد 4. طبعا ده الاكشوال الكترونيك كونفيجريشن، شايفين ان دي فاضل لها 1 الكترون عشان تبقى هاف فيلد، على طول نديها ال 1 الكترون من الاس، يبقى كريبتون 36 5s1 4d5، يبقى ده الاكشوال الكترونيك كونفيجريشن، وده طبعا اللي قبليه مش صح. تمام. نيجي عند الجادولينيوم 64 هيكون اقرب حاجة ليها هي الزينون، الزينون 54،
وطبعا زينون بينتهي عند 5B6، فآخر حاجة موجودة هنا هي ال 5B6. ال 5B6 امتلأت، بنبتدي ندخل على ال 6S. تمام، فأول حاجة هنا هتكون 6S، وقلنا أول ما نوصل ل 6S أو 7S لازم ننتبه إن في عندنا مين؟ في عندنا ال F بيطلع، صح؟ في عندنا ال F orbital بيظهر. فبعد ال 6S في 4F قبل ال 5D، صح؟ طيب احنا خدنا هنا 54 الكترون في الزينون، يتبقى لنا كام من 64؟ 10. 6s هتاخد 2 يتبقى 8. تمام، ال8 ممكن كلهم يدخلوا جوه الاف، لان الاف بتتسع على 14 الكترون، ويبقى ده ديفولت الكترونيك كونفيجريشن، لكن ده غلط. ليه؟ لان الاف بتتسع على 14 الكترون، نصهم 7، فالاف هتبقى مور ستيبل لو هي هاف فيلد. فيبتدي الاكشوال الكترونيك كونفيجريشن يكون زينون 54 6s2 4f7 عشان تبقى هاف فيلد، ويتنقل واحد الكترون منها اللي بعدها لل 5d تبقى 5d1، ويبقى ده الاكشوال الكترون كونفيجريشن اللي بيخلي الاليمنت مور ستيبل علشان الهاف فيلد 4f اوربيتال. تمام، بأكد عليكم مرة تانية، التوزيع الإلكتروني سهل جدا وهتقدروا تعملوه بنفس السهولة. هيفضل دايما التوزيع ده في راسكم أثناء الامتحان إن شاء الله، ودايما نوبل جازس هتكون موجودة في ذهنكم، هتقدروا توزعوا بكل سهولة إن شاء الله. اللي يحس بأي صعوبة يرجع للفيديو السابق، لأنه هيسهل عليه حاجات كتيرة جدا إن شاء الله. يبقى خلاص عرفنا the actual electronic configuration for molybdenum and for gadolinium. نيجي بعد كده هنعمل determination of the element location in the periodic table. ازاي نحدد اللوكيشن بتاع اي element، الموقع بتاع اي element في البريودك تيبل؟ اول حاجة period number، احنا طبعا عارفين ان التيبل متقسم لperiods ومتقسم لجروبس. تمام، البريودس بتاخد number، النمبر ده احنا قلنا ان هو بيمثل the principal quantum number n، مش الكلام ده احنا قلناه؟ يبقى اي رقم للبيريود، بيريود 1 معناها عند n بتساوي 1، بيريود 2 يبقى n بتساوي 2. تمام، يبقى ال principal quantum number n ده اللي هيحدد the period number. تمام، طيب الجروب نمبر هنجيبه ازاي؟ and symbol والرمز، الرمز بتاع الجروب والرقم بتاعها بنقدر نحدده حسب the type of the element، حسب نوع الاليمنت. ازاي؟ مثلا لو احنا عندنا الاليمنت ده representative، representative بيكون يا اما ال S block يا اما ال B block. تمام، لو كان التايب بتاع الاليمنت representative فيا اما يكون S موجود في ال S block او موجود في ال B block. لو موجود في ال S block يبقى المفروض the number of electrons of the last sub level هيكونوا S، يعني اخر sub level لو هيكون الالكترونز موجودة في ال S orbital. وفي الحالة دي طالما اخر الالكترونز موجودة في ال S orbital يبقى يا اما هيكون موجود في الجروب 1A او 2A، علشان لو كان عنده NS1 هيبقى موجود في ال 1A، او NS2 يبقى موجود في ال 2A. خلاص، لو كان هو في ال B block فهيكون summation بتاع number of electrons in the last two sub levels S and B هيحدد لنا الجروب اللي هو فيها. فمثلا لو كان الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه NS2NB1، لنفترض انه 2S2 2B1، فمجموع الالكترونز الموجودة في اخر energy level له اللي هو هنا 2، مجموع الالكترونز هما 3 الكترونز، يبقى موجود في الجروب 3A عشان 3 الكترونز. طب لو كان مثلا 2s2 2b2، يبقى مجموع الالكترونز كام؟ 4، يبقى موجود في الجروب 4a. فهمنا؟ وطبعا هنشوف امثله هتوضح الكلام ده ان شاء الله. طب لو كان هو من النوبل جازس، طبعا قلنا النوبل جازس دي تبع البي بلوك لكن بتكون completely filled B orbital. ف النوبل جازز احنا عارفين ان احنا بنسميها zero group، وبيكون B sub level completely filled. تمام، ودي ما بنديهاش اي رمز.
تمام، لا بتاخد A ولا بتاخد B، نقدر نسميها زيرو جروب. تمام، المين ترانزيشن لو كان هو تبع المين ترانزيشن يعني في الدي بلوك، تمام، هيكون السميشن بتاع الالكترونز in the last S sub level and D sub level هو اللي هيحدد الجروب بتاعته. تمام، وطبعا عارفين ان لو كان السب ليفل اللي هو N-1D بيحتوي على 6 or 7 or 8 electrons بنسمي الجروب بتاعتهم جروب 8. تمام، لو كان الالكترون كونفيجريشن بينتهي ب NS1 N-1 D10 يعني NS1 والدي 10 فبنسميها 1B جروب، لو NS2 والدي كمان 10 ممتلئة يبقى 2 جروب. خلاص، هناخد أمثلة توضح الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. السؤال بيقول illustrate the block type and location for the following elements، يبقى هو عاوز البلوك والتايب واللوكيشن بتاعت العناصر دي. ادي العناصر مغنيسيوم 12، جرمانيوم 32، كريبتون 36، مانجانيز 25، كوبر 29. هنبتدي نعمل تيبل، نكتب العناصر بتاعتنا على اليسار، نعمل الكترونيك كونفيجريشن بتاعها ليه؟ علشان نعرف the last sub levels موجودة عند العنصر بتاعنا، لان لما نعرف السب ليفلز بتاعتنا هنقدر نحدد هو موجود في انهي بلوك. تمام، ولما نحدد موجود في انهي بلوك هنعرف التايب، هل هو representative ولا noble ولا مين ترانزيشن. وايضا من الالكترونيك كونفيجريشن هنعرف البيريود نمبر، لان البيريود نمبر هيكون هو نفسه البرنسبل كوانتم نمبر بتاع الاوتر موست سب ليفلز الموجوده. تمام، كمان هنعرف الجروب نمبر لما نعرف الالكترونيك كونفيجريشن. فاحنا اول حاجه عشان نحدد البلوك والتايب، البلوك والتايب واللوكيشن، لازم نعمل الالكترونيك كونفيجريشن بتاع كل عنصر. هنمسك اول عنصر مغنيسيوم 12، يبقى على طول الاقرب له هو النيون 10، ويبقى عندنا 2. النيون ده موجود فين؟ بعد الهيليوم على طول، يبقى ده موجود اخر حاجه ممتلئه فيها 2B. 6 يبقى على طول بعده هيكون 3s، فيبقى كتبنا 3s وحطينا فيها 2 الكترونز. خلاص كده، طالما اخر سب ليفل موجود فيه هو الاس يبقى ده موجود في الاس بلوك. تمام، طيب الاس بلوك دي كان من انهي التايب بتاعها، من انهي نوع، ريبريزنتيتيف ولا مين ترانزيشن؟ ولا طبعا ريبريزنتيتيف. تمام، البيريود نمبر هيكون نفس الكوانتم نمبر بتاع اللاست سب ليفل اللي احنا فيه. الكوانتم نمبر بتاعنا كام؟ 3، يبقى البيريود نمبر هيكون نمبر 3. الجروب نمبر عايزين نعرف ده موجود في انهي جروب، طالما هو موجود في الاس بلوك اللي على اليسار والاس كومبليتلي فيلد، الاس ما فيهاش الا يا اما 1A لو هي S1 او 2A لو هي S2، فاحنا عندنا S2 يبقى اكيد موجود في 2A. تمام، فهمنا ازاي بنجيب المعلومات بتاعت اللوكيشن بتاع الاليمنت. يبقى لما بندور على اللوكيشن بتاع الاليمنت بندور على البيريود نمبر هو في انهي بيريود، وبندور على النمبر بتاع الجروب عشان نعرف اللوكيشن بتاعه. تمام، فاحنا جبنا البيريود نمبر من البرنسبل كوانتم نمبر اللي عندنا لما طلعنا الالكترونيك كونفيجريشن، وجبنا الجروب نمبر من برضو الالكترونيك كونفيجريشن. تمام، نيجي للعنصر اللي بعده، جرمانيوم 32. طبعا 32 بيبقى اقرب حاجه ليها أرجون 18. تمام، أرجون 18 يبقى فاضل عندنا كام إلكترون؟ فاضل 14 إلكترونز. تمام، الأرجون فين موجود؟ هيليوم نيون أرجون. الأرجون موجود عند 3B، آخر حاجة ممتلئة فيه هي 3B. طالما 3B ممتلئة، بعد 3B يجي الـ4S، بعدين 3D، تمام، قبل ما تيجي الـ4B. تمام، فاحنا كتبناهم الأول، نبتدي نحط فيهم الإلكترونات. الـ4S هتاخد 2 electrons، 3D هتاخد 10، 4B هتاخد الـ 2 اللي فاضلين. كده عملنا الالكترونيك كونفيجريشن. اخر ليفل في الالكترونيك كونفيجريشن بتاعنا هو الـ4B وفيها 2 electrons. تمام، يبقى ده موجود فين؟ في البي بلوك طبعا. تمام، البي بلوك تبع انهي تايب اوف elements؟ الريبريزنتيتيف elements، قلنا الريبريزنتيتيف يا الاس يا البي. طيب، البيريود نمبر على طول الكوانتم نمبر
بتاع السب ليفل بتاعنا 4، يبقى البريود نمبر بتاعتنا هي ال 4. بريود 4S اهي 4B، هو موجود في البريود 4. تمام. طب في انهي جروب نمبر؟ نيجي نبص على الليفل 4، البريود 4 ال N 4 موجود فيها 4S2 و 4B2. نشوف السميشن بتاع الالكترونز اللي موجودة في الاثنين مع بعض 4 الكترونز، صح؟ طالما مجموعهم 4 يبقى موجودة في ال 4A، عشان احنا قلنا ان بنشوف السميشن بتاع اخر انرجي ليفل عندنا، والاخر انرجي ليفل هنا هو ال 4. نشوف السميشن بتاع الاس مع البي، نجمع الالكترونز اللي فيهم، مجموع الالكترونز ده هو اللي هيحدد لنا احنا في انهي جروب، فاحنا في الجروب 4A. تمام. نيجي للكريبتون 36. الكريبتون 36 احنا عارفين ان هو في النوبل جازس، لكن برضو هنعمل الكترونيك كونفيجريشن ونمشي عادي جدا في التيبل. فهيكون قبلي مين؟ الارجون 18. بعدين طالما الارجون بينتهي ب 3B6 يبقى على طول بعديه 4S، وبعد ال 4S نملى 3D، وبعدين ال 4B. تمام. ال 4S هتاخد 2 الكترونز، لان هنا احنا عايزين 18 الكترونز، لان هنا الارجون عطانا 18 الكترونز، فاضل لنا 18 كمان، فيبقى ال 4S تاخد 2، 3D هتاخد 10، ال 4B هتاخد 6 الكترونز، كله كومبليتلي فيلد. طالما انتهت بال 4B يبقى هي موجوده فين؟ في البي بلوك. طبعا عارفين الكريبتون موجود في البي بلوك. التايب اوف اليمنت نوبل جاز، طبعا حافظين النوبل جاز وعارفين ان ده اخر واحد كومبليتلي فيلد بي اوربيتال، فهو في النوبل جاز. تمام. نيجي للبيريود نمبر، ادي اكبر كوانتم نمبر موجود عندنا هو ال 4، يبقى ده موجود في البيريود 4، ان بتساوي 4. بعد كده عايزين نعرف الجروب نمبر، فاحنا عارفين النوبل جازز دي بتاخد اسم خاص بيها، هي الزيرو جروب. تمام. او الجروب رقم 18 عشان هي المجموعة رقم 18 في الجدول. تمام. نيجي بقى عند المنجنيز 25، فبرضو الارجون هيكون اقرب حاجة له ارجون 18. بعد الارجون خلاص فهمنا 4S و 3D. تمام. فاضل لنا كام؟ فاضل لنا 7 الكترونز. ال 4S هتاخد 2 الكترونز، 3D هتاخد 5 الكترونز. اخر انرجي ليفل موجود عندنا هو مين؟ هو D. تمام. طالما اخر انرجي ليفل عندنا هو D، اخر ليفل في التوزيع الالكتروني هو D، يبقى D موجوده في D بلوك. تمام. طالما موجوده في D بلوك يبقى التايب بتاعها مين ترانزيشن ميتالز. تمام. طيب النمبر اوف بيريود اعلى ان موجود عندنا هي ال 4، يبقى هو في البيريود 4. تمام. عشان 4S فهي اعلى بيريود، يبقى موجود في البيريود 4. طب هيكون موجود في انهي جروب؟ طالما هو في المين ترانزيشن بنجمع الالكترونز الموجوده في الاس مع الالكترونز الموجوده في الدي، يبقى نجمع 2 بلس 5 يطلع لنا 7، وطبعا هتبقى 7B، موجود في الجروب 7B. تمام. طيب الكبر 29، برضو الارجون 18، يتبقى لنا 11 الكترونز بعد الارجون 4s و 3d. طبعا الكبر عنده الالكترونيك كونفيجريشن، قلنا ان هو حاله خاصه، فبنخلي 4s 1 3d 10 عشان يبقى كومبليتلي فيلد ومور ستيبل. اخر سب ليفل في الالكترونيك كونفيجريشن هو دي، يبقى ده موجود في الدي بلوك. طالما موجود في الدي بلوك يبقى على طول من ترانزيشن اليمنتس. تمام. البريود نمبر هو اعلى كوانتم نمبر موجود عندنا اللي هو عند ال 4S، يبقى هو موجود في البريود 4. طب عشان نعرف هو في انهي جروب، ننتبه بقى ان احنا عندنا قلنا لو عندنا NS 1 و N-1 دي 10، فده كان بنسميه ايه؟ 1B. ولو عندنا NS 2 و N-1 دي 10، فده كنا بنسميه 2B، جروب 2B. تمام. يبقى اول ما نعمل التوزيع الالكتروني ونلاقي عندنا دي 10، على طول نفتكر القاعدتين دول، هل الاس بتاعتنا فيها 1 ولا فيها 2؟ لو فيها 1 يبقى جروب 1B، لو فيها 2 يبقى جروب 2B، يبقى على طول الجروب بتاعتنا هيكون مين؟ 1B. السؤال اللي بعده بيقول A representative element contains 4 principal energy levels. The last level has 3 unpaired electrons. Determine each of the following.
عايز الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه اتوميك نمبر نمبر اوف فول فيلد اوربيتالز ان ذا اوتر موست انرجي ليفل نمبر اوف فالنس الكترونز. نيجي نمسك المعطيات واحده واحده. بيقول ريبريزنتيف اليمنت، طالما انا ريبريزنتيف اليمنت يبقى يا اما موجود فين يا فين، يا اما موجود في الاس بلوك يا اما موجود في البي بلوك. تمام. قال contains four principal energy levels. ال principal energy levels four يعني n باربعة، يبقى موجود عنده 4s 4b، ولازم قبل ما يملى ال 4b لازم بيكون ملى مين؟ 3d صح؟ يبقى دول اخر مستويات طاقة موجودة عنده، عشان هو عنده 4 principal energy level، عنده ال n ب 4. طالما ال n ب 4 يبقى هيبدا يملى 4s، وقبل ما يبدا في 4b هيكون لازم ملى 4d. طيب the last level has 3 unpaired electrons، اخر level عنده موجود فيه 3 الكترونات مفرده، هو اخر level عنده مين؟ 4b، موجود فيه 3 electrons فقط. تمام. determine each of the following. عاوز اولا الالكترونيك كونفيجريشن، عاوز الالكترونيك كونفيجريشن لعنصر اخر ليفل فيه هو 4B3، فاللي قبله كلهم مليانين. يبقى اذا نقدر نكتب الالكترونيك كونفيجريشن من قبل ال4S كله مليانين. هو مين اللي كان قبل ال4S في النوبل جازز؟ كان طبعا الارجون 18، لان ده اخر حاجة فيه كانت 3B6 ويبدأ بعديه 4S. يبقى هنا هنكتب الأرجون 18 بعدين ال 4S يبدأ، وقلنا ال 4S هيكون completely filled والدي كمان هيكون filled، وموجود آخر حاجة ال 4B موجود عنده 3 electrons فيها. تمام. يبقى ده الالكترونيك configuration بتاعه. طب الاتوميك نمبر بتاعه هيكون كام؟ هيكون مجموع كل الالكترونز الموجودة، ادي 18 plus 2 plus 10 plus 3، يبقى 18 20 plus 13 يبقى 33. طيب اللي بعده عايز number of full filled orbitals in the outermost energy level، ادي ال outermost energy level. تمام. مين فيهم اللي عدد ال full filled orbitals؟ كم orbital full filled؟ واحد بس اللي هو ال 4s2، عشان ال 4b3 مش full filled. تمام. طيب عاوز number of valence electrons. ال valence electrons هي الموجودة في ال outermost energy level، يعني الموجودة في ال 4s مع ال 4b. كم electrons موجودين في الاثنين مع بعض؟ 5 electrons. يبقى number of valence electrons 5، موجودين فين؟ في ال 4s2 وال 4b3. تمام. يبقى ادي اجابة الاسئلة. ال electronic configuration هيكون argon 18 4s2 3d 10 4b3، الاتوميك نمبر هيكون 33، الفول فيلد اوربيتال هو 1 اوربيتال فقط اللي هو 4s، الفول فيلد اوربيتال ان ذا اوتر موست انرجي ليفل هيكون 1 اوربيتال فقط اللي هو 4s2، النمبر اوف فالنس الكترونز عدد الكترونات التكافؤ هي عدد الالكترونات الموجوده في الاوتر موست انرجي ليفل، يعني في الليفل 4 اللي هو عدد الالكترونات الموجودة في 4s مع عدد الالكترونات الموجودة في 4b، يبقى 2 زائد 3 يبقى 5 الكترونز. تمام. بكده بنكون خلصنا lesson 1، وان شاء الله هناخد اسئلة على كل الجزء اللي فات قبل ما نبدأ في lesson 2 اللي هيكون عنوانه the graduation of the representative elements properties.